سؤال ثاني يقول: لقد استلمت عقودات عمل من أحد رجال الأعمال، والذي كلفني بأن أحضر له عمالا، وفعلا استلمت التأشيرات الخاصة بهم، وعندما سافرت قمت ببيع هذه العقودات إلى العاملين الذين يرغبون في العمل مع هذا الشخص، فهل يجوز لي مثل هذا التصرف؟ وهل المال الذي كسبته من هذه الطريق حلال أم حرام؟ هذا التصرف خطأ، والمال الذي أخذته به حرام، لأن الواجب عليك أن تنفذ ما وكلك موكلك به من استقدام هؤلاء العمال حسب الاتفاق بينك وبينه. أما أن تبيع هذه العقود على العمال وتأخذ قيمتها فهذا ظلم، ظلم لهؤلاء العمال وخيانة للموكل، وما أخذته من هذا المال حرام عليك، فعليك أن ترده إلى العمال الذين أخذته منهم ظلما. نعم، حتى لو كانوا راضين بذلك. ولو كانوا راضين بذلك، لأنه لم يفوض في هذا الشيء، ولأن هذا فيه ظلم لهم. نعم، بارك الله فيكم.